من هنا بدأت رحلة التغيير، رحلة التعلم واكتساب الخبرة والمهارة، رحلة المثابرة والطموح، رحلة العزيمة والإصرار. بدأت رحلتنا في مشروع تمكين القيادات النسائية الشابة للمشاركة بالأدوار القيادية وعملية صنع القرار الذي ينفذه مركز الثريا للدراسات، وبالشراكة مع منتدى الاتحادات الفيدرالية، وبدعم من الحكومة الكندية، وبالتعاون مع الجامعات الحكومية في إقليم الجنوب، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والاتجاهات والممارسات الإيجابية اللازمة للمشاركة بالأدوار القيادية وعمليات صنع القرار، من خلال تنفيذ مجموعة من النشاطات التفاعلية التشاركية كالجلسات الحوارية والورش التدريبية والمناظرات وزيارات الميدانية وبرنامج التوجيه الفردي. وانطلقت البداية من العقبة، ثغر الأردني الباسم، حيث الجامعة الأردنية فرع العقبة، والتي تأسست عام 2009 كفرع للجامعة الأردنية حاضنة العلم وأولى حواضره وأم الجامعات. الرحلة اللي كان لها الأثر الإيجابي الكثير كبير في حياتي، واللي عمل نقلة نوعية في تنمية مهاراتي وشخصية القيادية، وخلتني كمان أني أتطلع بالمستقبل وأحط هدف بعيد الأمد أني أحققه بالمستقبل، أني أتقلد المناصب القيادية. برنامج التوجيه لمركز الثريا للدراسات كان من أمتع البرامج اللي اشتركت فيهم، وأيضاً تعرفت على شخصيات رياديات نساء، عرفني على مجموعة من الطالبات من مختلف الجامعات في الجنوب، تعلمنا برضو مجموعة من المهارات اللي راح تأهلنا لنكون قياديات ورياديات في المجتمع. ثم انتقلنا إلى محافظة معان، درة المكان والزمان، مدينة الحجاج، حيث جامعة الحسين بن طلال، والتي تحمل اسم أغلى الرجال المغفور له الحسين بن طلال. أنا كثير استفدت، كان في عندي نقاط قوة عرفتها من خلال البرنامج. من هاي النقاط أنه أنا كنت يعني بشتغل تحت الضغط وبنجز بفترة وجيزة كثير. الشيء الآخر أنه صرت أنظر لموضوع العمل في عدسة أخرى. والشغلة الثانية والمهمة اللي استفدتها من برنامج التوجيه أنه قدرت أوصل صوتي لأصحاب القرار وصوت الشباب الأردني أيضاً بكل وضوح وشفافية. تجربتي أثناء برنامج التوجيه لم تكن فقط من الخبرة والمعرفة، لكن كانت على المستوى الشخصي والاجتماعي، فإنها غيرتني كثير وخلتني أعرف حالي أكثر وأكتشف ذاتي، وخلتني أعرف سلبياتي والمشاكل اللي أنا بعاني منها. ثم أكملنا المسيرة إلى محافظة الطفيلة الهاشمية، مدينة الماء والشمس، حيث جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأكثر تطوراً والحاضنة لطلبتها من كافة أرجاء الوطن. برنامج التوجيه هو برنامج كثير مهم، بيدعم وبينمي شخصية الفرد، وبيركز على أكثر نقطة ألا وهي دور المرأة وأهميتها وقيادتها في المجتمع وإدارتها على جميع شؤون الحياة. خلال رحلتي في هذا البرنامج تمكنت من تطوير مهاراتي المهنية والشخصية كالثقة بالنفس والقيادة واتخاذ القرار وغيرها الكثير. جميع ذلك تحقق من خلال التشبيك مع نساء قيادات من داخل المشروع من مستفيدات وموجهات. أتيحت لنا الفرصة أيضاً بالتبادل الخبرات والمعارف بين بعضنا البعض. إلى أن وصلنا إلى محافظة الكرك، كرك الشموخ والكبرياء، حيث جامعة مؤتة جامعة السيف والقلم، والتي تحوي على جناحين، الجناح العسكري والجناح المدني، جامعة مؤتة التي يمتزج فيها مجد التاريخ بأمل الحاضر. كان لهذه التدريبات الأثر الإيجابي الكلي خلال 6 أشهر من التطبيقات العملية والتفاعل المشترك بين الطلبة من الـ4 جامعات. الانخراط الكلي ما بين الطلبة أدى إلى توسيع القاعدة الاجتماعية البناءة والانخراط بين الشباب همة وطموحا وخططا للأمام. لقد أبحرت في رحلة التغيير ولمدة 6 شهور مع مركز الثريا، وبالتعاون مع موجهة كانت في مجال تخصصي، أضافت لمسات ذهبية لصقل شخصية جديدة إلى بثول، حيث أضافت العديد من الصفات الإيجابية ومنها التصالح مع الذات والتعاون مع روح الفريق والتطلع إلى الحياة من الجانب الإيجابي. رحلة التغيير هي رحلة القيادة والمثابرة،
رحلة التغيير، رحلة الإبداع والطموح. رحلة التغيير تبدأ من هنا، من خطوتنا الأولى. رحلة التغيير رحلة الإيمان بالذات، رحلة الأمل. رحلة التغيير هي رحلة الإصرار والنجاح، ورحلة صناعة نساء قيادات. رحلة التغيير هي رحلة التفكير في الذات والانطلاق نحو اكتشاف الذات. رحلة التغيير هي رحلة الإبحار نحو المستقبل. رحلة التغيير نجحت بكل إيجابية وعزم لغد واعد. لقد نجحت رحلة التغيير وحققت ما كنا نصب إليه، ولكن لا زالت هناك خطوات وخطوات وخطوات.